الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية العراقي ويؤكد أن سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة. اعتداء إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها السعودي، والتحالف العربي يعترض ويدمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة. رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بوجود أخطاء في استراتيجية اللقاحات وتتعهد بتطعيم 70% من البالغين بحلول نهاية الصيف. أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى بانوراما إخبارية شاملة نقدمها من النيل في القاهرة ويترجمها إلى لغة الإشارة الزميل علاء الدين السيد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي دعما لعلاقات التعاون المتبادلة في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم للجميع. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي أكد حرص بلاده على استمرار التشاور المكثف مع مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السيد أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل للسيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهام صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص العراقي على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. كما طلب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه السيد برهام صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي. وللمزيد من الرأي والتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا فندم، حياتي لحضرتك. أهمية التنسيق والتشاور والتعاون المستمر مع دولة العراق وأهمية هذا اللقاء. هو طبعا مصر أصبحت في الوقت الحالي هي الحامي أو بتلعب الدور حماية الأمن القومي العربي في الوقت الحالي. طبعا نعم. احنا شايفين إن العراق يعني هي من القوة الإقليمية اللي كانت قوة إقليمية تمثل ركيزة أساسية من الأمن القومي العربي، فمصر دائما ما تسعى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إقامة علاقات متوازنة مع كل الدول وخاصة دولة العراق، بحيث أنها زي ما قلت لحضرتك هي دولة
لها أهميتها، أهمية اقتصادية، أهمية عسكرية، أهمية سياسية. أيضا العراق تعرض لعمليات إرهاب كثيرة، شفنا العديد من الدول بتسعى إلى التدخل في الشأن العراقي. من هذا المنطلق مصر وضعت استراتيجية في تعاملها مع دولة العراق من أجل توحيد الصف العراقي، وأيضا من أجل عدم التدخل الخارجي في دولة العراق. وأيضا مصر لها العديد من الخبرات والعديد من الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب ونقل هذه الخبرة طبعا للجانب العراقي. احنا عارفين ان الجانب العراقي يتعرض للكثير من عمليات الإرهاب من تنظيم داعش وتنظيمات أخرى وسلافه، فمصر ليها دور مهم جدا في درء المشاكل والأزمات عن الدولة العراقية. وأيضا هل نستطيع القول أستاذ جميل عفوا هل نستطيع القول أستاذ جميل أنه مصر تسترد مفاهيم الأمن القومي العربي يعني بهدوء بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة في العقد الماضي؟ ويعني حتى لا نطيل على حضرتك في إجابة السؤال الثاني، ما هي أهم أوجه التعاون بين مصر والعراق في الوقت الحالي؟ هو بالطبع مصر مهمة، بالنسبة أن مصر عادت، عندما عادت مصر مرة أخرى إلى دورها الإقليمي ودورها المحوري ودورها العربي في عام 2014 حتى وقتنا هذا، هو هدفها الأول والأخير حماية الأمن القومي العربي. وزي ما قلت لحضرتك هي وهو كلام حتى اللي قاله سيادة الرئيس قبل كده أكتر من مرة، إن مصر بتحمي الأمن القومي العربي وإن القوة المصرية هي قوة للدول العربية أجمع. بالنسبة للمجالات اللي في التعاون المصري العراقي المشتركة، هناك العديد من المجالات الاقتصادية، هناك العديد من المجالات في التجارة بين البلدين، في مشروعات كثيرة اقتصادية. طبعا احنا عارفين ان دولة العراق تمتلك وسائل كثيرة من الطاقة، في مصر في مشروعات كبرى بيتم التعاون فيها بين مصر والعراق في اكثر من مجال، في مجال الطاقة وخلافه. إذا في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية بين مصر ودولة العراق. بشكرك شكر جزيل أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا عبر الهاتف. خلال اتصالين هاتفيين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لكل من السيد محمد المنفي لاختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الليبي، وكذلك السيد عبد الحميد دبيبة الرئيس الجديد للحكومة الليبية، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبيهما. وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصالين عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة المؤسسات في الدولة بانسجام وبشكل موحد، مؤكدا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين على كافة الأصعدة، واستعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تنتهي حاليا من تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين أهاليها، مشيرا إلى أن مساحة البناء غير المخططة تتراوح ما بين 45 و50% من المعمور كما هو الحال في عزبة الهجانة. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي أشار فيه إلى أن الخدمات المطلوبة للمناطق غير الآمنة باهظ التكاليف، وهو ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حاليا بتكلفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة. كما أكد مدبولي على أهمية المشروع الكبير الذي بدأته الحكومة حاليا لتطوير عواصم المحافظات، وتطرق الاجتماع أيضا إلى جهود مكافحة فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء القرار المنسوب إلى المجلس، ويزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وشدد على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية
سيتم إعلانها خلال أيام عقب مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر بشأن فيديو يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مشددا على حرص الدولة على الحفاظ على كافة الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائيا، مشيرة إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على هويتها. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اليوم أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على إثر هجوم للمتمردين الحوثيين. وقال التحالف إن الاعتداء الإرهابي استهدف مطار أبها الدولي وأدى إلى حريق طائرة مدنية على أرض المطار وتمت السيطرة عليه. في نفس السياق قال التحالف العربي إنه طرد ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه جنوب المملكة. وقال العميد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إن الهجوم كان يستهدف المدنيين بالمنطقة الجنوبية. أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن بالغ إدانتها واستيجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة. وأكدت مصر مجددا في بيان صحفي على تضامنها ووقوفها حكومة وشعبا مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلا عما تمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي. أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي اليوم، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه. وأكد العسومي أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس الذي جاء بعد وقت قليل من إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا. وطلب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد العالم حيدرة المحلل السياسي اليمني. سيد عبد العالم، تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. كيف تنظر لهذه المحاولة الإرهابية الحوثية لاستهداف مطار أبها الدولي وتداعياتها ويعني دلالة هذا التوقيت تحديدا؟ هذا مؤشر خطير يكشف تطور هذه الجماعات وقدرتها اليوم على تهديد المملكة العربية السعودية بمطاراتها. دلالة هذا الموضوع انه ياتي بعد ان تم اعلان الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجماعة جماعة إرهابية، وتصريحات التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان بايدن بأنه ستجري هناك إجراءات لإلغاء هذا القرار. الميليشيات الحوثية اليوم تستغل مثل هذه الأوضاع الدولية، ومحمد الحوثي كان واضح وقال أنه أي تصريحات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال نحن نريد الأفعال على الأرض، وأيضا قال أنه هناك تطورات كثيرة جدا لإعادة السيادة. أنا في وجهة نظري أنه ما تقوم به الميليشيات الحوثية اليوم هو يوضح ويثبت عدم قدرة الشرعية والحكومة اليمنية على أن ردع هذه الميليشيات، وهي اليوم مفتتة ومجزاة، مما يعطي قوة كبيرة جدا لهذه الميليشيات لتهديد المملكة العربية السعودية وتهديد أيضا دول الإقليم. إذا أردنا أن نواجه هذه الميليشيات الحوثية اليوم على التحالف العربي أن يعي خطورة هذه الميليشيات وأنها تتطور بشكل كبير جدا بدعم إيراني واضح ودعم حزب الله، وهم يتطوروا بينما الأطراف الأخرى تتقهقر إلى الخلف وأيضا تعيش حالة صراعات كثيرة. التحالف العربي اليوم هو معني أكثر من أي وقت مضى بإيقاف هذه الميليشيات الحوثية لأنها لا تهدد اليمن
وهي اليوم صعدت في تعز وصعدت في مأرب، قصفت تعز وتقوم بتصعيد في مأرب، مؤشرات خطيرة لإعادة تطور هذه الميليشيات بعد أن كانت قد عاشت ولو فترة بسيطة حالة قلق وخوف عندما تم إعلانها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. تطور هذه الميليشيات الإرهابية تقلق الإقليم وتقلق المجتمع الدولي وتقلق أيضا المدن اليمنية بالقصف والتصعيد، طالما لا زالت الشرعية غير جادة وغير قادرة على أن تتوحد وتسمح جسد واحد لمحاربة هذه الميليشيات. نعم سيد عبد العالم حيدرة المحلل السياسي اليمني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكدا أن الحوار حقق التوافق المطلوب الذي يمهد لإجراء الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية في أجواء إيجابية. جاءت كلمات أبو الغيط عقب استقباله اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر في شأن كيفية البناء على الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بالقاهرة، والذي عكس إرادة عربية واضحة لإسناد الموقف الفلسطيني والتأكيد على الالتزام بثوابت القضية والعمل على إطلاق عملية تفاوضية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر تواصل عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى للمرة الأولى منذ 15 عاما. وأضاف ناصر أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2,400,000 مواطن يشكلون ما نسبته 85% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل، متوقعا أن تصل نسبة الأسماء المسجلة إلى 90% مع إغلاق باب التسجيل. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر الشهر الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 من مايو والرئاسية في 31 من يوليو. يأتي هذا في حين أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها الكبير للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح الحوار الفلسطيني الذي عقد يومي 8 و9 من فبراير الجاري في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات. وقد توصل المجتمعون لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، ودعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في شهر مارس المقبل. هذا وقد جرى اتخاذ إجراءات مصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي لفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن بلاده مع استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لنائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان نجاة رشدي، حيث جرى بحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة وعمل المنظمات الدولية في لبنان ومسألة تعليق الاجتماعات الخاصة بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وطلب عون المسؤولة الأممية بالإشارة إلى الخروقات الإسرائيلية للسيارة اللبنانية عبر الجو والبر والبحر في التقرير الذي يرفع دوريا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي. أعربت مصر عن تعازيها ومواساتها لمملكة المغربية الشقيقة ولذوي ضحايا الأمطار بمدينة طنجة التي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامنها ووقوفها مع المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين. أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بوجود قصور في استراتيجية اللقاحات الأوروبية، وكررت تعهدها بأن يكون 70% من البالغين قد تم تطعيمهم بحلول نهاية الصيف. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه ينبغي تعلم الدروس
بشأن الإنتاج الضخم للقاحات، مشيرة إلى وجود صعوبات كبيرة في هذا الشأن. درس آخر يجب تعلمه عندما يتعلق الأمر بالإنتاج الضخم لهذه اللقاحات. كنا جميعا نركز بشكل كبير على تطوير اللقاح، ولكن بشكل عام قللنا من تقدير الصعوبة المتعلقة بالإنتاج الكبير. يستغرق إنتاج لقاح جديد من 5 إلى 10 سنوات، لقد فعلنا ذلك في 10 أشهر. هذا نجاح علمي ضخم ويجب أن نفخر به. دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سياسة بلاده تجاه التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا أن بريطانيا تتخذ إجراءات أكثر صرامة في العالم للحفاظ على البلاد من انتشار الفيروس. يأتي هذا في حين اتهم زعيم المعارضة كير ستارمر رئيس الوزراء بالفشل في الحفاظ على البلاد من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني. أين رئيس الوزراء؟ تأخر مرة أخرى والآن يغير سياسة تؤمن حدودنا يوميا ضد كوفيد. كل أسبوع يأتي رئيس الوزراء إلى هنا ويقول لدينا أنظمة أكثر صرامة في العالم. نحن نعلم أن وزيري الداخلية والصحة غير متفقين معه. هناك 33 دولة على الأقل في العالم تتخذ إجراءات أكثر صرامة من بريطانيا. بعد 50 يوما من اكتشاف نسخة متحورة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، كيف تعامل رئيس الوزراء مع ذلك؟ أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوره مختبر سترازينكا البريطاني يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما. كما كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 17% عن الأسبوع السابق. يبدو أن هناك انحسارا في فيروس كورونا، والذي سجل تراجعا جديدا في عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي. وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تحديثها الوبائي الأسبوعي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق عليها. الولايات المتحدة الأمريكية استأثرت بأكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، لكنها انخفضت بنسبة 19% عن الأسبوع السابق عليها. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، بينما شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة 22%. وفي السياق ذاته أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في 86 دولة حتى الآن، موضحة أن السلالة البريطانية أظهرت قدرة أكبر على الانتشار وبعض الأدلة على زيادة شدة المرض بناء على النتائج الأولية. كما أشارت المنظمة إلى أنه تم رصد النسخة المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في 44 دولة، بينما تم رصد النسخة البرازيلية في 15 دولة حتى الآن. ومع تحول الاهتمام إلى حملة التلقيح، دعت المنظمة الدولية إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول مرض كوفيد-19 طويل الأمد والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم، مشيرة إلى أنه لا ينبغي إهماله حيث إن تأثيره على المجتمع والاقتصاد بدأ يصبح واضحاً. وتشير الدراسات إلى أن حالة واحدة من كل 10 حالات قد تعاني من أعراض لفترة طويلة بعد شهر من الإصابة، مثل الإرهاق ومشاكل قلبية وعصبية، ما يعني أن الملايين معرضون للمعاناة من مرض كوفيد طويل الأمد. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها وقفت 4 أشخاص في أعقاب تجدد الاشتباكات بينها وبين يهود متشددين خرجوا للاحتجاج على القيود التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا. وكانت قد اندلعت الاشتباكات مساء أمس في القدس بين الجانبين بعد تجمع يهود متشددين بينهم العشرات لا يضعون الكمامات الواقية. وأكد بيان الشرطة الإسرائيلية أن مئات المحتجين أشعلوا النيران وألقوا الحجارة باتجاه عناصر الشرطة، مشيرا إلى توقيف 4 أشخاص. عودة للشأن المحلي، حيث وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على كافة أشكال الغش التجاري الذي يضر بصحة وسلامة المواطنين
والتلاعب بالدعم، وقد نجحت هذه الحملات في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر لدى مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية. وبنطاق محافظة البحيرة تمكنت الإدارة من ضبط 200 طن عسل أسود مجهول المصدر بمصنع لتعبئة العسل بأبو المطامير، وضبط أكثر من 9 أطنان من السكر التمويني المدعم قام مالك مركز بدون ترخيص لتعبئة السكر الحر بقوم حمادة بتجميعه دون وجه حق، حيث أنه مخصص للبطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق بهدف الإتجار به في السوق السوداء. وعلى صعيد حملات الإدارة بنطاق محافظة الشرقية نجحت في ضبط أكثر من 2 طن من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالعاشر من رمضان، وضبط 3 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر بحوزة مالك مخبى السياحي بدون ترخيص تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق. وتمكنت الإدارة وبنطاق ذات المحافظة من ضبط 15.5 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمحال لتجارة الأسمدة الزراعية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. وبالقليوبية نجحت الإدارة في ضبط ما يقارب 3 أطنان من مقطعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك سلاجة لحفظ السلع الغذائية. وبالإسكندرية استطاعت الإدارة ضبط أكثر من 33,000 عبوة مشروبات متنوعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وعليها علامات تجارية وهمية بمصنع دون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 47 طن من الدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن سلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة قبل أن يتمكن من طرحها للبيع والتداول بالأسواق. وبنطاق محافظة الجيزة نجحت الإدارة في ضبط 28 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن مخزن تابع لإحدى شركات تعبئة السلع الغذائية، كما تمكنت من ضبط أكثر من 2.5 طن من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك سلاجة لحفظ السلع الغذائية، حيث تشكل المضبوطات خطورة على صحة وسلامة المواطنين. هذا وتتواصل الحملات التموينية للقضاء على كافة أشكال الغش التجاري والتصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالدعم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وقع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية للمشاركة في مشروع أقمار صناعية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية. في إطار حرص جامعة الأزهر على المشاركة الفاعلة في المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة للدولة 2030، شهدت جامعة الأزهر توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية لتدريب طلبة كليات العلوم والهندسة بجامعة الأزهر. لما تتميز به كلية العلوم وقسم الفلك ووجود القبة السماوية ووجود علاقات قديمة مع الوكالة في بروتوكول تعاون. طبعا البروتوكول ليس المقصود به بداية التعاون، التعاون موجود، لكن البروتوكول هو توثيق للتعاون. وبالمناسبة طبعا أنا أحب أن أطمئن الجميع، بروتوكول التعاون لإتاحة التدريب لطلبة جامعة الأزهر ولخريج جامعة الأزهر وكذلك الخريج الجامعات الأخرى. قمر صناعي في كلية الهندسة وقمر صناعي في كلية العلوم، الطالب والمهندس أو الأخصائي في هذه الجهات سيتعامل مباشرة مع تكنولوجيا الفضاء، سوف يزال الحاجز العلمي والنفسي اللي بينه وبين هذه التكنولوجيا، ومن هنا يكون دافع له أنه هو يبدأ ويطور بحيث أن المكان نفسه يبقى منتج لمكونات و
أنظمة فضائية. يتضمن البروتوكول إقامة وإنشاء محاكيات تعليمية لأقمار صناعية لخدمة الأغراض البحثية والعلمية، خاصة في مواجهة التغيرات المناخية وتطبيق نظم الاتصالات الحديثة في علوم الفلك. الهدف في المرحلة الأولى أن احنا ننشئ 35 معمل حوالين الجمهورية كلها. المرحلة الثانية لتشغيل دوت هيبقى فيه زي مشاريع ما بين كل الجهات كليات الهندسة المشاركة لإنتاج أنظمة أقمار صناعية واختبارها في المعامل في كل كلية. لأن نستضيف طلبة عندنا بندربهم على تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، فلقوا إن احنا ممكن نجيب قمر صناعي زي اللي احنا بنورده الفضاء دوت، ندرب الطلبة على تكنولوجياته سواء السوفت وير أو الهارد وير، ممكن أي حد يستفيد منها بعد كده إن هو يعمل يور ستارت اب شركته الخاصة بنفسه، أو يقدر يعمل بيه يفيد في أي مجال تاني في مجالات الصناعة. وفي ناس بتبدأ تشتغل، يعني ممكن تشتغل معنا بعد كده في الوكالة. تسعى جامعة الأزهر من خلال هذا البروتوكول إلى الارتقاء بمنظومة البحث العلمي للطلبة والخريجين والاستفادة منهم في دعم الاقتصاد الوطني، بهدف خلق كوادر فنية مدربة في علوم الفضاء والأقمار الصناعية من خريج كليات العلوم والهندسة بجامعات مصر وجامعة الأزهر. جاء توقيع هذا البروتوكول ليؤكد أن جامعة الأزهر كانت ولا زالت أكبر قلعة للعلوم الدينية والفنية والتكنولوجية المتطورة. من مقر جامعة الأزهر، عبد الحميد صقر، النيل. بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار يحذر من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. أنباؤنا الاقتصادية في هذه البانوراما تأتينا بصحبة الزميل مصطفى ميزار. أهلا ومرحبا بك مصطفى، تفضل. أهلا بك زميلي، وشكرا لك أيمن السيدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها. مصر تقترب من تحقيق 90% من اكتفائها الذاتي من السكر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حرص مصر على التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني لإنجاح مؤتمر الأطراف والمقرر عقده خلال الفترة من الأول حتى 12 من نوفمبر 2021 بمدينة غلاسكو البريطانية. كما أكد مدبولي خلال لقائه بآلوك شارما مبعوث رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على أهمية إحراز تقدم ملموس في قضية التمويل لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاقية المناخ الدولية. محليا أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للتموين على أن إنتاج مصر من السكر في هذا العام سيقترب من 90% من الاستهلاك المحلي. وأكد أبو اليزيد على أن توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين بتطوير المصانع ساهمت في زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20%. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. بدأت بشائر الخير في توريد البنجرة إلى المصانع. عمليات الزراعة التي زادت بواقع يصل إلى 30% سوف تتيح لمصر إنتاج أكثر من 90% من الاستهلاك. السنة دي زايد عن السنة اللي فاتت فوق من 3-4 طن المتوسط الفدان. ده نتيجة الجهد اللي الشركة بتوفره. أولا بتخدم الأرض على حساب، بتدعم المزارع في الخدمة، بتديله 300 جنيه بدل خدمة، بتوفر المبيدات مجاني للرش. هنا تزرع المحاصيل ثم تورد بعدها إلى المصانع التي زادت الطاقة الإنتاجية بها إلى 20%. الزراعة التعاقدية التي تتم ما بين المزارع والمصنع تنفق عليه الدولة بداية من توفير البذور. أول حاجة الشركة بتوفر لنا التجاوب مدعومة، واللي ما معوش فلوس كمان أثناء التعاقد الشركة بتزرع له. رقم اثنين بتوفر له الميكنة ببلاش مجانا. وبوصول هذا المنتج إلى المصنع يتحول إلى إنتاج لتلبية احتياجات المواطنة منه. اكتملت المنظومة إذن، واكتملت معها منظومة دعم المزارع أو الفلاح إنجاز التعبير، بدءا من توفير البذور وصولا إلى النقل إلى المصنع. فهنا يتحول هذا الزرع إلى سكر أبيض. إنتاج مصر منه في السنوات الأخيرة وصل إلى 90% بعد تطوير تلك المصانع.
تبلغ حصيلة إنتاجية النهاردة مصر بتصل إلى 1.7 مليون طن سكر من محصول بنجر السكر. إحنا شايفين الخير لموسم وبشاير خير، الاكتفاء ذاتي اقترب من 90% لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة اللي بتهم كل مواطن مصر. الزيادة الأخيرة في الإنتاج كانت نتاج لجهود كبيرة في التطوير لتلك المصانع واختيار سلالات جديدة زادت من القدرة الإنتاجية للمصانع. عقدنا على 120 ألف فدان، ودي ما حصلتش من 8 سنين، ومنهم وحيد الجنين. وحيد الجنين ده هو مستقبل الزراعة في مصر. زرعنا منه مساحة لا بأس بها السنة دي، وإن شاء الله السنة الجاية تزيد. على أي حال فإن القادم أفضل بحسب خبراء، سواء في زراعة البنجر أو الزراعات الأخرى التي تحقق الأمن الغذائي المصري. رمضان الشحات، النيلة. تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمشروع الصوب الزراعية باعتباره أحد الأساليب الحديثة في رفع الإنتاجية الزراعية وتقليل استخدام المياه، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. على الانتهاء من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وهو هدف قومي واستراتيجي جرى العمل عليه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث تم تدشين مشروع 100,000 صوبة زراعية. شركة الصلاحية للاستثمار والتنمية، إحدى الشركات الحكومية العاملة في هذا المجال، تستخدم هذا النهج بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية. الشركة برضو لما بتحيي زراعة الصوب في الشركة، كان لها توجه أنها تحاول توصل لأقصى إنتاجية من الصوب مع المحافظة على جودة المنتج وأمان المنتج، اللي هي إيه؟ أن ما يبقاش فيه كيماويات متراكمة أو متبقيات من المبيدات أو متبقيات من الأسمدة بداخل المنتج، لأن كلنا عارفين أن الصوب بتنتج بيتم حصاد الثمار يمكن يوم بعد يوم أو يوم ويومين. الصوب الزراعية البلاستيكية تستخدم في عملية إنتاج 4 من أهم محاصيل الخضر المطلوبة مثل الخيار والفلفل بمختلف ألوانه وأصنافه، بالإضافة إلى الطماطم العادية والشري والفاصوليا. هذا المشروع نال إعجاب وتقدير عدد من الشركات الأسبانية العاملة في هذا المجال، مما جعلها تطالب بفتح أسواق لديها لاستيراد هذه المنتجات عالية الجودة. بالنسبة للصوب كقيمة اقتصادية في مصر، تعتبر من القيمة الاقتصادية المهمة جدا، وبتطلع خضروات ممتازة وفي أوقات السوق يعني متعطش للخضروات دي. وبعدين احنا هنا بنتميز ان احنا بنطلع محصول يعتبر اورجانيك، بنعتمد على السماد العضوي بكمية كبيرة خالص. الصوب الزراعية مشروع يستهدف تحسين الانتاجية من الحصلات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل دائمة للشباب، فضلا عن فتح أسواق جديدة أمام الحصلات الزراعية المصرية. يبقى مشروع الصوب الزراعية هو مستقبل مصر من الغذاء الآمن، سواء على مستوى توفير الاحتياجات من السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، أو تحقيق الانضباط والتوازن في الأسعار من جانب آخر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. من مشروع الصوب الزراعية بشركة الصلاحية للاستثمار والتنمية من محافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء من المستثمرين الأجانب أفراد ومؤسسات، فضلا عن المصريين الأفراد، واستحالة من التفاؤل بعد كثرة أنباء الاستحواذات التي تشهدها الشركات في قطاعات متعددة. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق نحو 6.8 مليار جنيه، ليصل إلى 706 مليارات جنيه بعد تداولات كلية بلغت 4.8 مليار جنيه، منها نحو ملياري تداولات في سوق الأسهم. هذا وقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجيكس 30 بنسبة 85%، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 1.8%. قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن بلاده تتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير، إذا التزم إقليم كردستان العراق بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك. أكد الوزير على أنه يتوقع أن تبلغ الصادرات نحو 2.9 مليون برميل في المتوسط، وأن يتراوح سعر النفط ما بين 58 إلى 63 دولار للبرميل في العام الجاري. توقع وزير النفط العراقي أيضا أن
تبقي منظمة أوبك وحلفاء سياستهم للإنتاج دون تغيير يذكر خلال الاجتماع القادم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا في أخبار المال والأعمال في بانوراما الثامنة مساء من القاهرة، وعودة من جديد إلى أيمن السيد للمتابعة واستكمال البانوراما. شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار على هذه القراءة الاقتصادية، وبالتأكيد سنعود إليك لاحقا. قال توماس أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار أن قوات الأمن والشرطة هناك ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، معربا عن قلقه إزاء تقارير عن استخدام القوة الفتاكة. يأتي هذا في حين أعلنت وسائل إعلام محلية في ميانمار استمرار الاحتجاجات على الاستيلاء على السلطة الذي شهدته البلاد مؤخرا، على الرغم من تجديد أجهزة الأمن طريقة تعاملها مع المتظاهرين المحتجين. بعد أعنف يوم في المظاهرات احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة والذي عطل انتقالا للديمقراطية تحت قيادة الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي، انتشرت الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من ميانمار، وشارك الآلاف في الاحتجاجات بمدينة يانغون الرئيسية وفي العاصمة نايبي داو، حيث نظم المئات من موظفي الحكومة مسيرة دعما لحملة عصيان مدني متنامية. بلدنا يمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، نحن ضد هذا الاستيلاء على السلطة نهائيا، إنه ضد تطور الديمقراطية في بلادنا. وانضم عدد من أفراد الشرطة في ولاية كايا في شرق البلاد للاحتجاجات، ونظموا مسيرة وهم يرتدون الزي الرسمي، ورفعوا لافتة كتب عليها لا نريد الديكتاتورية وفقا لما ظهر في صور نشرها الإعلام. أقل الطبيب إن الجنود سيطروا على مستشفى يعالج محتجين مصابين في نايبي داو، فيما ذكر آخر أن محتجة تصارع الموت بعد إصابتها بطلق ناري في الرأس أثناء مواجهة مع الشرطة في العاصمة، كما أصيب محتجون في مانديلاي ومدن أخرى حيث استخدمت قوات الأمن مدافع المياه واعتقلت العشرات. نحن ننتخب لأول مرة وهذه هي المرة الأولى لنا أيضا للاحتجاج، لقد أبطلوا أصواتنا وهذا غير عادل على الإطلاق، نحن لا نريد ذلك، نأمل أن يطلقوا سراح قادتنا ويطبقوا ديمقراطية حقيقية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إصابات وقعت في صفوف أفراد الأمن أثناء محاولتهم تفريق المحتجين الذين اتهموا برشق القوات بالحجارة، فيما فرض الجيش قيودا على التجمعات وحظر تجول ليلي في أكبر مدن ميانمار. ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة باستخدام القوة ضد المحتجين الذين يطالبون بالتراجع عن استيلاء الجيش على السلطة وإطلاق سراح سوتشي ونشطاء وقادة في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراجع المساعدات المقدمة إلى ميانمار للتأكد من أن المسؤولين عن الأحداث هناك سيواجهون عواقب وخيمة، فيما دعت الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار إلى احترام حقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي. آخر ما لدينا في هذه البانوراما بعد أنباء الرياضة، على الرغم من جائحة كورونا الصين تستعد لإقامة مهرجان الربيع تواكبا مع العام القمري الجديد. من جديد أنباء الرياضة مع الزميل مصطفى ميزار. من جديد لك التحية مصطفى. ولك أيضا زميلي. وآخر ما لدينا من أنباء تفصيلية، تتأهب الصين لإقامة مهرجان الربيع لهذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، ويتزامن مهرجان الربيع في الصين مع احتفالات الصين بالعام القمري الجديد. مع اقتراب الربيع تتخذ السلطات الصينية كافة الإجراءات الاحترازية من أجل تأمين سلامة مؤدي عروض ومشاهدي مهرجان الربيع الصيني لهذا العام، والذي تجري الاستعدادات له على قدم وساق عشية العام القمري الجديد غدا الخميس. وأرسلت الجهة المنتجة للمهرجان فريقا خاصا من أجل القيام بعمليات مكافحة فيروس كورونا طيلة فترة المهرجان،
كما قامت بتوظيف عيادة متنقلة لعمل فحوصات بشأن الفيروس لفريق العمل بالمهرجان وكذلك مشاهدي الحدث. كما تعمل العيادة المتنقلة بمثابة معمل متنقل لأخذ عينات الدم وإرسال نتائجها، حيث تظهر تقارير العينات خلال 40 دقيقة وتكتب على شاشة المحمول لمن تم فحصهم. بعد جمع العينات يتم وضعها في شريحة تقوم بوظيفة المعمل المصغر، وبعد نحو 45 دقيقة يمكن رؤية النتائج على الجهاز وإرسالها إلى أجهزة المحمول لمن تم فحصها. كما يتم أخذ عينة من البيئة وإرسالها إلى الشريحة من أجل فحصها أيضا. وتم تعقيم مقر الحفل من أجل تأمين بيئة مناسبة ونظيفة للمهرجان الذي يقام على الهواء سنويا منذ عام 1983، وهو الرمز الثقافي الأبرز لاحتفالات العام القمري الجديد. وفي العام الماضي شهد مهرجان الربيع أكثر من 500 مليون شخص، بينما شاهد أكثر من مليار شخص مقاطع فيديو المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي. ختام البانوراما عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية العراقي ويؤكد أن سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة. اعتداء إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها السعودي، والتحالف العربي يعترض ويدمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة. رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بوجود أخطاء في استراتيجية اللقاحات وتتعهد بتطعيم 70% من البالغين بحلول نهاية الصيف. ختام البانوراما على رأس الساعة، موجز جديد بأهم وآخر الأنباء بصحبة الزميلة دينا أبو الفتوح. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.